الحمد لله على السلامة يا عمي، توحشتك قوي. وانت كمان والله يا فارس. لا أنا إيه، خلاص اللي بيهج ويسافر بينسى العطارين، وانت بصراحة طولت قوي المرة دي. طولت إيه يا عاد؟ الحكاية كلها أسبوع، 3 أيام خلصت فيهم الشغل، وأربع أيام قعدت أشوف نفسي. وجيت الأسبوع عملت إيه؟ نمت. انا عايزك تفهم يا فارس ان الحياه مش كلها شغل وبس، ساعه الحظ ما تتعوضش. خليك زي كده، الانسان لازم يراعي نفسه. طب وانت يا عمي راعيت الانسانيه؟ الا راعيت الانسانيه يا فارس، ده انا سايب هناك حاله انسانيه، انما ايه تصعب على الكافر. ما تاخدني معاك، سافرني معاك. اخدك معايا فين يا عم؟ اذا كان ابوك اللي هو ابوك هج طفش منك وهاجر، هاخدك انا معايا؟ لبسنا الوش الجبسي بقى. يا ده انا بهزر معاك، ده انت الوحيد اللي انا بهزر معاه. لو سمحت يا عمي ما تهزرش معايا في الموضوع ده. بعدين خلاص ابوي بعد ما هج وسابني ما بقاش ابوي. لا اش عبيط، امال ابوك هيفضل ابوك لغاية ما تموت. بعدين خلاص يا عم مش ههزر معاك تاني يا عم فارس، بس شهل بقى شوية، خلينا نلحق الأكل. أنا مش ناقص أسمع لي كلمتين بسبب واحد زيك. ماشي، تفتكر طبخين يا عمي؟ زفر. آه، بمناسبة رجوعك من الزفر. شاهر شاهر شاهر، امال خلينا نلحق الاكل. انا بسوق اهو، تجي تسوق انت. ايه الحيوان ده؟ ما بيعرفش يسوق ده ولا ايه؟ بقال الله يا ريس. تمام يا حبيبي، تسلم ايدك. انا عاوزك بس تتاكد ان هم ماتوا كلهم، احسن الجماعه دول عاملين زي القطط بسبع ارواح. فارس يا ابني، يا ابني معلش يا ابني، يا ابني يا عمي، يا ابني. قلتوا ايه؟ قلت افتح الله يا متولي. بتستنى استنى هاشم لما نسمعه. بعد اذنك هاشم بيه، خليه يكمل النهايه، نسمع هيقولوا ايه. قول يا متولي قول، بس انت عارف بتقول ايه؟ انا مش فاهم انتم مكبرين الموضوع كده ليه؟ زين مش ربنا يعني لا مؤاخذه عجبكم اللي هو عامله فينا؟ ده انا مش عارف ابيع حته سلاح محترمه وبعد كل ده بيعاملنا وبيتحكم فينا زي ما نكون صبيانه. وانت عايز تبيع سلاح تقيل لمين يا متولي؟ للي يدفع. أنا مستعد أتعامل مع الشيطان ذات نفسه. بس إحنا كنا متفقين في الأول، والعقد شريعة للمتعاقدين. حرام، ده كده حتى ربنا يحاسبنا على النعمة اللي إحنا بنرفضها برجلينا. الناس كلها عمالة تشتغل وتشتري وتبيع، تهريب وأنفاق. وعشان إيه ده كله؟ عشان إحنا بينا اتفاق، وإحنا مش عيال، أو على الأقل أنا مش عيل.
يلا فارس مش قادر بسرعه. معلش معلش خليك معايا شويه. استحمل استحمل يا فارس استحمل. اطلع هو انت فاكر ان انا لو كنت عايز اموت زين ما كنتش موتته من 20 سنة؟ انا مش مبسوط ان هو متحكم في السوق، لا انا مش مبسوط، بس وجود زين عامل توازن. زين شايل عننا بلاوي. زين لو مات هتتفتح نار ما حدش هيعرف يقف قصادها. اتفرجوا على السوق لو زين مات، الناس اللي بره عاوزينه والناس اللي جوه راضيين عنه. انا من رأي سيادتك يا هاشم بيه، انا حاسس ان الخلاف بينك وبين زينه متولي بصراحة ربنا كده، حاسس ان ملوش علاقة بالشغل. ما تجيب من الآخر. أنا ما فيش أي حاجة ما بيني وما بينه غير الشغل، وبعدين عيب الكلام اللي أنت بتقوله ده. ولا أنت إيه رأيك يا جلال بيه؟ أنا قلت اللي عندي، واللي حضر العفريت يستحمل أذاه. جاي معايا يا سيف؟ جاي معاك طبعًا يا هاشم باشا. ده شيطان ودخل ما بيننا. أستغفر الله العظيم، بس بعون الله هنخلص على الشيطان. انت مش بدأت؟ خلاص ما فيهاش تراجع، خلصت. سليم قتل الرجالة وهرب. كنت متأكد ان كل ده هيحصل. هاشم وسيف كان عندهم حق. المهم دلوقتي حالا تلغي أي حاجة تانية. ما ينفعش نلغي. سليم في داهية. المهم عندي زين. سليم ده هنبقى نفوق له بعدين. المهم أنت معايا للآخر ولا لا يا جلال؟ معاك. على بركة الله. سليم قتل الرجالة وهرب. كنت متأكد إن كل ده هيحصل. هاشم وسيف كان عندهم حق. المهم دلوقتي حالا تلغي أي حاجة تانية. ما ينفعش نلغي. سليم في داهية. المهم عندي زين. سليم ده هنبقى نفوق له بعدين. المهم أنت معايا للآخر ولا لا يا جلال؟ معك على بركة الله.